السلام عليكم، حياكم الله ملزلزين، يوم كلبزين ومكلبشين، كل واحد عليه قضية. ترى اللي يحط لايك كفالة. راح نبدأ معاكم الحلقة الثالثة من Resident Evil 2 Remake. قبل أن نبدأ، مترجم العزيز استعد، بل أنا أنت لديك مهمة يجب أن تنجزها في فترة وجيزة، لأن المتابعين يبون اللعبة مترجمة. عفوا، التختيم مترجم. خلونا نبدأ. أحس المترجم يقول ذل أمنا ذا يا شيخ. لا أنا ما أذب، أنا ما أذب كثير بارك أقول أنا أذب وفضل بجوالي. يلا الحين أبي أروح هنا. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمله ما أجمله. إيه هذا؟ الله ياخذك يا شيخ. ايش الشرطي ذا اللي بداهم ام المكان؟ قلب يما قلب. ايش في قلب؟ القلب مهم يا ويل قلبي. ايش فيك خفت؟ لا باخذ شيء هنا. هذا جاء. وربي جاء. ان شاء الله ينسى الموضوع. دعني اخرج. خلنا ناخذ رصاصي هنا. جميل. وش هذي؟ انا اعلمكم الحين. يو حاجتها هناك. اوكي نجيها ما يخالف. والعياذ بالله. لا اختي من هنا. هذا الخيضر بيجي بعدين. معليش وين راح لي قبل شوي؟ ما راح ياخذ شوي يتفرفر هناك ورا بعدين يرجع لي. تسمع صوته؟ لاحظوا 6 2 11 6 2 11 6 2 11. في خزنة تركتها موجودة فوق بجيها. 6 2 11. يلا بسم الله. طبعا تقولون وينه؟ والله ما ادري اختفى. التراب يطيح. عطى واحد عضه. ما مداني وراي واحد وقدامي موت خلفي. الموت الموت انجحشت. لا وقف. ايش فيك؟ وقف. في تقطيع. في كرك. هذا الصوت يسبب لي انا. لا ما ابي. وقف. اوكي الحمد لله. يلا اشياء تكنيكية ما عليك. خلاص خلصنا، ضبطنا الامور كلها. وربي خل هذه بعدين نجيها. اما الان احبتي الغالين على قلبي، عطى والله ما ادري. ناخذ نشوف بعدين ان شاء الله نشوف له تدبيره. ابى اروح فوق على اساس انه اطفي النار اللي عند الهليكوبتر. نصيحه لا تطفيها. نصيحه والله النصيحه ذي وفرها لنفسك. شيل كثر متابعينك. الله ياخذك ان شاء الله. زين خرعتني يا شيخ.
يلا قام يرجع الباب بيقلط. حياك الله تفضل. ايش لا ام الراس مع البريحه بعد في غير مستحيل يكون لحاله هذا توقع لي طفي فيها ليه ثنتين خير اخواني شالت ام المساحه اهم شيء الراس ركز على الراس هو مات ولا يمثل ترى يمثل يحبون يمثلون الموت ما خلصنا هنا بعدين هنا نشوف نطالع نتفرج اكواب هني قلب اتوقع يوديني داخل لا والله وداني مكان جديد اختي لا تطفينا الفلاش شمينا الله ياخذه منو هذا شفت اللي الله ياخذك سكينة راحت علي حوايج كثيرة راحن علي نضطر نرجع نروح تحت مرمطة فضيت أم المساحة الحين إذا قالوا لي ناقصك شيء والله أطقه من تطق ما حد إيه احترم نفسك احترم نفسي أنا لا قصدي عقل عاقل أنا يلا بسم الله يلعن شكلك يلعن خامسك شيء ما تستعلى وجهك أنت أنت لو زومبي محترم كما تسوي الحركات ذي آخر شيء سكينة تخلص مسخ اطعني اطعني الله ياخذه الله اكبر عليك صدم عيشتي اي هنا جاي انا الله ياخذه حسبي الله عليه سبعة تحاسيب هذا اقوى يعني شيء خلنا نشوف هذا ايش فيها باكج من سمسا قول استغفر الله استغفر الله يلا خلونا نطفي الحين النار على الهليكوبتر عارف اني انا شغلي كله بطيء في اللعبه وانه انا امشي على وتيره يعني متناغمه مو متناسقه مع الحدث اوكي سق الله يا مظلم بالله كذا تطفي اوف والمعنى شكله لازم اني اوصل النار هنا بس ما اعرف كيف والله ما ادري انا دج صراحه نزلت برا مركز الشرطه عزة الله انجلدنا طقتنا الحين ببلاش اي هذا اللي يعيق طريقي ان شاء الله برجع له ترى بتعزك لي بعد شوي نقول لا هنا ما في شيء هنا يعني على اساس انه يعني عن عن حاجة عن الخاطر يعني رحت اوكي اتأكد انا ذكي ولا غبي اوكي تمام يلا انزل تحت الحين واكيد اني بلاقي شيء الله ياخذها بسحب على مندوبها يا جماعة والله سحبت سحبت بس سحبتي لك عليها خلاص اسحب عليها لا لا الله ياخذكم اثنين ما في واحد منكم بيغير رايه يروح يتمشى ورا تعالي 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 الله اخيتي تعالي اخيتي تقولي انا اختت تعالي وانا اختت تعالي تعالي لفه هنا وانت بعد تعال تحبون بعض
شكلهم عاشقين بعض. ايوه 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 شكله البطل بيتوهق، شكله البطل بالاخير بينطرح. وسحبت فيهم وسحبت فيهم. شيك مستانس طيب ان نشوف الانجاز العظيم هذا. ضيحك يا من هذا تطنز علي. الظاهر ان هنا ما ادري سويت، بس سويت شغله شيء هنا. قطوا لي امانه يلا يقعدون ينزلون الحين ويقعدون بيسحبون فيني هنا. شوف هنا في مديني اكو مجال يا غزال. لا والله ذخيره وحده حرام. يا جماعه ذي طاحت فيني عضعض. انا ما عضيت، ايش معنى انت مرتين؟ انا لا مو ولا مره انا كد وخر انقلع. الحريم يحضن بعض بكيف. صار شيء الحين. الله ياخذكم، طفشتوني. اوكي يلا بسم الله. يمدينا نعدي من هنا صح؟ في حفظ صار. جيسوس ستي باك. اوف مستر اكس جا قرط علينا. ما يمدي يطلع هذا. لا والله ما تطلع، مقامك تحت طال عمرك. والله اخوي لا لا اخوي لا اخوي اخوي لا اخوي لا اخوي لا اخوي لا والمستر اكس يطاردني. بال 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 عليك. ها حول من فوق ذا مريض ذا. انا قلت بينزل بهداوة وبلطافة، ما في هداوة لطافة مع مستر اكس، في جلد. اتخيل يطلع لي زومبي هنا. مستر اكس احترم نفسك. والله ما تجي هنا مستحيل، تحداك يا شيخ ما يجي هنا. زودها 6 2 11. لا يجي مستر اكس، لا يطين عيشتي. تكفى امانه مستر اكس. حلو مخزون زياده. ما يقدر صح، ممنوع. والله ولد هيبه، اقول لكم هذا له هيبه. ها ايه ما يقدر هنا، ما يقدر. حدود لا حدود. يدور يفتش. في بنت هنا ما شفتوها لابستنا حمر. وين يا ولد؟ يفتش طالع في التمثال، يشيل التمثال فوق يطالع تحت التمثال ما في شيء. وين البنت هذه؟ ما حد شافها يا عيال. من اللي هناك يصبرني؟ يا الغالي يا الطيب يا الحبيب لعيون المتابعين. اوف اهم شيء طرحت القبعه حقته. احس اني قللت من قيمتي. قال اوف اوف وال هذا يجي هنا عند الحفظ يا ولد. هذا مو كان زودها شوي كذا. دخلت غرفة الحفظ كل الزومبيز كذا واقفين يقولون ما نقدر ندخل. مستر اكس يقول انقلع وين انت وياه. دخلت اخذ وراي. هاي خير ان شاء الله. طيرت اهم شيء القبعة حقته. طيرت القبعة ها؟ طيرت القبعة؟ لا والله طيرتيها اجل ها؟ نلعب لعبة الفار حنا؟ ها؟ اوف 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 سامحني طيب اعتقني لوجه الله. عمي هذا فاضي. طيب احنا قلنا جبنا المفتاح الاحمر هنا تشوفون
فيفضل ان يجي من هنا بعدين من هنا بعدين هنا بعدين هنا. والله انه مشوار يا اخي، مشوار على ما وصل هنا، بس انه يستاهل العنوة صح؟ يلا يستاهل العنوة. هذا بيقعد وراي طاردني. اخوي شوف لك. لا اله الا الله. عبد الله فهد خاف يا اخي، ما ادري شفتوه بواجد. ومستر اكس معاه. هزولت هزولت. طنن مو وقتكم. وربي هزولت. ازبن، اسمع الصيحات والويلات، الصيحات والويلات. ويلك عبد الله. اتوقع اني جيت، الحمد لله جيت يا جماعه، الحمد لله من ستر ربي ولطف علي اني وصلت للمنطقه هذه وانا مستأمنا روحي وقلبي وجسدي. استخدم بعد هنا بعد. اوف التول هذا مهم جدا، انتم ما تعرفون قيمته المعنويه والماديه والنفسيه. يخسي مستر اكس عام زواد هذا. زواد هذا. وما ادري اضحك ولا ابكي. تبين الزابنة ها؟ دورين الزابنة ها؟ انا مستر اكس. طيب بيلي حاجة هنا، شوف مستر اكس. انا واحد له هيبته. القلب خلاص خلصنا منه، ترى القلب خلصنا منه. خلنا يعطيه مستر اكس. عمو مستر اكس خذ. مستر اكس ايش تبين؟ خير اختي؟ هو خبره يركض ترى. خلاص الحين عاد النحشة. وين انحش الحين؟ ما ادري وين، بس يلا. خليك وراي. في شيء كاني تركته هنا، كأنه في شيء تركته. خالي انت! هذا شلون اصرفه الحين؟ ما ينفع اصرفه يعني اقول له روح تعال بعدين، راجع معاملتك بعدين. لا ما ينفع مع هذا. ايش معاملتك انت بعد مستانس؟ والله اللي يفرق خشتك الحين فرق. انا اشهد انه بيفرق خشتي. الكرانك هنا، الكرانك تول هنا. الله يستر علي ويحميني يا رب من الاشرار امثال مستر اكس ومنهم على شاكلته. النحشه يا حبيبي. هذا قطع مترفيني ذا. خلاص مستر اكس يا اخي العفو عند المقدره يا اخي، انت ليه كذا؟ وانا مسوي انه اختصارات عرفته، ومستر اكس يجاريني يقول لي اختار. ماتت ماتت الخبلة. تش الرجل طاحت وانقطعت. الله يلعنكم ان شاء الله ملاعين خير. هذاك وراي الحين، مع الاساس نسى الموضوع يعني. خلاص روح. اوف هذا وراه يرجف. مشتركس والله ما خليها. طرحت البريها والله ما خليها. هي ما بريها قبعة والله ما خليها. حطني براسه خلاص. يغني لي الحين اغنية رويدة. حط يديك في بالي. اباي عليك اباي عليك. ذا والليكرز في كل مكان قام يطلعون.
حمد الله حمد الله، قول حمد الله. خير اخواني؟ آه هذه حقة العفريتة، العفريتة يا عفريتة انت. يلا معليش، هي رياضة ترى. تلقون انقفط هنا، تلقون قفطتي بريال ولا؟ شفت قبل شوي دخل الغرفة قام يطالع فيها ويتفحص كل شيء فيها، فإن شافك والله لو تصير تسوي نفس التمثال ها؟ إنه صايدك صايدك، يبطحك أرضا ويساويك مع الأرض، تصير أنت والزولية واحد، دعس دعسون كالزومبي، وش هذه الزولية؟ إن شاء الله إني إنسان يا رب، أنا بفقع. انجا انجا بقول بدعي عليك. اوف كذا نظامك، تدعي على وحش ها؟ ادعي عليه عبد الله، ادعي عليه تحت حط بالعفريته عشان حول اللغز القديم. تخيل انه هنا جالس يمين بالله قروشة. راح ودينا الحمد لله الله. طيب خلي هذي مالها لازمة، اروح فوق. عمو مستر اكس احد ناداني؟ عمو؟ ايوه يا بنتي انتي وينت؟ عمو انا مشيت. رجعنا لطيريه اللي صح؟ عمو مستر لا تمشي على الكبتات تطيح فيك يا مزر. شو اسوي انا ثقيل طينا؟ اشوف ايش فيه هنا؟ انه مكان جديد. تش 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 الراس. يسوون فيني كذا انا انطق، والله ما سويت شيء. اوف المكان وهيبة المكان وروعة وجمال المكان، يخرب ام المكان مستر اكس. وين تحت؟ شوفه تحت يمشي، هي وينها فيه؟ حين ابو ذا الوجه، الله ياخذ ذا الورعة. شوف شوفها شوفها فوق، شوفها تضرب بعد السلبة. تستاهل الضرب والطق والتكفيخ بعد. وسخ جاي يركض وراي يدورني ناصيني. يلا بسم الله. صحة دمار. خلنا على الشقام. لعلها وصيتي. لعلها وصيتي الأخيرة. لا صرت نوب. ترى شوف ماني رايق لك ها، بفجر مخك ترى ها، بفجر مخك يا ورع. احنا الضحك علينا يا رجاله، احنا الضحك علينا يا رجاله. ردونا الطير يلي. هل استفدت شيء؟ هل انت يعني الان نقدر نقول انه اوكي تمام وضعك؟ لا والله الوضع دحديره.
الوضع ده حديره. ايه بس انه اوكي الباور بانل عرفت وين استخدمها. جاب يخرب كل اللي بنيته، كل شيء انا سويته واشتغلت عليه. مستر اكس يجي هجمه لي بلحظه واحده. منو قال له انه انت وجودك مره نايس في اي مكان واي زمان؟ منو قال له؟ هو فاهم غلط. علموه فهموه، قولوا له ان ترى وجودك مره انت نشبه في الحياه. الجير هذا راح نستخدمه مكان، بس خلونا اول نروح هنا ونشوف ايش صار. طب تعرفون قال لك طبت الساحه، طب الساحه مستر اكس نزل الساحه الحين. اه قلبي عنها هالبنت ام حمر. ام حمر يا ولد ملعتن قلبي. الزومبي يقولون ايش فيك يا ابن الحلال، اهدى يا مستر اكس، ما خبرناك خفيف كذا. مستر اكس يا ويل ايش لعت قلبي يا جماعه. مستر اكس هدي هدي مستر اكس. امانه باقي وحده ثانيه. هذا المكان انا ما جيته، كلوك تاور، على اساس انك ما شفته الحين هنا. لا يعني وين هذا المكان؟ يا الله نسيت اروح. جاء هذا من الذات مفرق الجماعات. خلوني اكل هذه. خذي نبتة ثانية. قن احرص احرص المركز تكفى معنا. مستحيل انه يجي. ايش على بالي زومبي عادي ما يخالف. يلا ورقة اوكي. طيب هذه طبعا تكلمون عن برج الساعة معاي الجير. فين هذا المكان مستر اكس؟ منو تحرك؟ غثي والله الوهقة. هالقطيعة ذي من وين؟ صوت ادري جاكم صوت درر ادري سامحونا هل ما ادري يا رجال. والله في شيء مر من تحت شطف. اللي هو مستر اكس ما ادري بزومه في المونتاج وبشوف. هذا اللي نزل شفته. في شيء هنا ها؟ في احد يمشي معاي هنا مو بس انا لحالي. هذا من ورا عطى خير عطى خير. هذا المكان عرفته من ورا، من نفس المكان اللي عرفته. والله ما ادري ايش تقول انت، بس شكلك موصل يعني توصيلك تماما. هذا اللي انا ابي انه انتم تمدحون توصيلي. الروعه دبت في قلب هذا البشري. تلاحظون في شيء هنا باكج ثاني من ارامكس. اخذت التول الثاني. هو الموضوع يعني لحسة مخ ادري. طالما ان مستر اكس بعيد عنه وجينا الحمد لله. انا طيب مرتاح مبسوط. قطع صوت طلع صوت درر ادري. حطه فوق ذي ولا
السالفة واضح انه في لغز هنا، واضح ان قطعة التسجيل بدأت تستقعد. والله صح علي، مهدفها بس جبتها. طن نمسيس الحين يصحى. انا من صحاني. ها طاح طاح الكرتون طاح. وهنا موجود لوحة الباور البانر. That worked. ايش احنا ما ندري. هي عملت. عملت. نعم مو انا كافئت على هذه العمل، لكن مستر اكس قلط علينا. خلوني بس اوقف التسجيل لانه في مشكله من منافذ اليو اس بي، ما ادري صوت درر هذا ما احب انا، ذكرني بالايام الخوالي. بسرعه بسرعه رجعنا طلعنا الكراني. شو انك علمت؟ لو ما علمتنا ما كنا ندري انك رجعت. يلا بسرعه 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 خذ الكرتون وافقع ذي. مستر عمو اكس هنا جانا. مستر عمو اكس 828 جيجا على طول. ما صدق على الله اني اخذت القطعه ذي. افتح الباكج الثاني من ارامكس. تقبل من شركه شحن من هنا، شركه شحن من هنا، والرزق على الله. يلا يبطي عظم يجيني عمو اكس. ما عنده بلوتوث 5. الله ياخذك يا شيخ. والله قدر يوصل، كان له حدود معينة ما يتعداها. قدر يطلع فوق الكبت، دولاب ينهد عليه. والله ذا عجيب أمره يا شيخ. يتعاطى، واضح انه يتعاطى. تقولوا اكسر هذه الدمى. نعم واحد بياكل شاورما يسمي بالرحمن وياكل. انت خير ان شاء الله تطالع. انت خلاص سكر المقطع، خلصنا قفلنا. شكرا.